الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله احباب عزیز وقار دعا سے قبل آپ کی خدمت میں آپ کے لیے ہی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت فرمائیں تو آپ کے ادارے کے لیے آپ کی مسجد کے لیے آپ کی دنیا و آخرت کے لیے آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے زندگی میں بڑے پیسے کمائے ہیں بڑا بزنس کرتا رہا ہوں بڑا مال ہے میرے پاس تو مجھے اپنے مال کے ساتھ بڑی محبت ہے کیونکہ میں بڑی محنت سے کمایا تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اس کو قبر میں بھی ساتھ ہی لے جاؤں مال کے ساتھ محبت ہے بڑی محنت سے کمایا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اس کو قبر میں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں تو آپ نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے تو کہنے لگا کیسے لے کے جاؤں فرمایا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے سارا مال
تو قبر میں جائے گا تو سارا تیرے پاس آ جائے گا. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا یہ دنیا کے اسباب اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکتے ہیں. حشر میں ہمارے ساتھ یہ ہوں گے, یہ ہمارے کام آئیں گے, نیکیوں کے پلڑے میں رکھے, ورنہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جو مال ضائع ہو گیا, چلا گیا, ہم نے بچا کے رکھا, خرچ نہیں کیا, وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے, یہ خوبصورت مسجد یہ بتاتی ہے, اس کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے, بہت پیسہ دیا ہے. تو یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے, اور آخری عشرے میں, پہلے دو عشروں میں باہر سے لوگ آتے تھے آپ کے پاس جمعوں کے موقع پر تو کلیکشن کرتے تھے, تو آپ دل کھول کے ان کی خدمت کرتے رہے ہیں. تو اب آپ کے ساتھی آپ کی اپنی مسجد کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو انہوں نے اس دس دنوں کے اندر اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے, یہ 50,000-60,000 پاؤنڈ جمع کرنا ہے. تو یقیناً آپ نے یہ دینا ہے, اور آپ نے دینا ہے جی, نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے آپ, دینا پڑے گا. آج دیں, کل دیں, پرسو دیں, تو جتنا آپ سے ہو سکتا دیں, اور دل کھول کے دیں. اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں, دیکھیں یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, ہمارے ذریعے ساتھی آپ سے اپیل کرواتے ہیں, ہمیں بار بار آپ سے یہ نہ کہنا پڑے ہمیں اچھا نہیں لگتا, یا بار بار یہاں کھڑے ہو کر آپ سے کہیں جی ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, ابھی باقی رہتے ہیں. تو آپ کو میں نے کہہ دیا ہے, تو آپ پوری کوشش کریں تاکہ ہمیں دوبارہ یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اس لیے یہ اس عشرے کے آخر تک 60,000 پاؤنڈ ساتھیوں نے آپ کی مسجد کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے جمع کرنا ہے. تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ زحمت نہیں دیں گے, دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہوں گا, لیکن ایسی صورت نہیں بنائیں گے کہ یہاں تک نوبت آن پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہدایا جو ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد فی العالمین جمیعا. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
مسجد کی خدمت کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ترغیب کے لیے کہ آپ میں سے کچھ چند افراد اپنے ہدیہ کا اعلان کریں کہ ہم مسجد کے لیے اتنا پیش کریں گے، تاکہ دوسرے جو مالدار لوگ ہیں ان کے دل میں بھی ذوق شوق پیدا ہو۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، کوئی ساتھی دائیں بائیں سے اوپر سے اگر ابھی اعلان کرے تو یہ نیکی میں، جو پہلے اعلان کرے گا وہ اس کا نمبر پہلے ہے، فاستبقوا الخیرات، ماشاء اللہ 100 دیں گے، ماشاء اللہ استاد رضوان 500 دیں گے ماشاء اللہ۔ ساتھی آپ کا نام کیا، نام بیان کوئی، اچھا ماشاء اللہ یہ ساتھی ہیں، انہوں نے 500 کا ابھی اعلان کیا، حاجی صاحب 10,000 ماشاء اللہ، حاجی ظفر صاحب نے 10,000 کا اعلان کیا، لو جی تو آج ہی پورے ہونے چاہیے۔ بایاں طرف جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، ویسے دایاں بھاری ہوتا ہے، رائٹ سائڈ بھاری ہوتی ہے نا زیادہ جی۔ حاجی صاحب 5,000 دیں گے ماشاء اللہ، 500، چلو ماشاء اللہ 500 اللہ قبول فرمائے۔ حاجی صاحب کا نام کیا ہے، بشیر صاحب ماشاء اللہ، حاجی بشیر صاحب 500 پونڈ دیں گے، اور کوئی ساتھی ادھر سے 500 پونڈ آئی صاحب دیں گے ماشاء اللہ، آئی صاحب کا نام کون یاد رہا، اللہ ٹھیک ہے، چلو جی یہ ہمارے ساتھی نوٹ کر لیں، جن ساتھیوں نے ابھی اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو موقع دیں گے تراویح کے بعد بھی، اگر کسی کا ذہن بن جائے تو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والعظمۃ والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، الصلاۃ محمد۔ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا موردون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم ما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا
حملت أمه كرها وبضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها تدمر كل شيء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما خضروه قالوا أنصتوا فلما قضي والله إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما من بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ فإما منّا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسى لهم وأضل أعمالهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملك وسبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعماله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من القول فإذا ذهب الخوف سيقول الذين ثلاثة رابعهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سبل لهم وأملى لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأخبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والقوة سبحان ذي العزة والعظمة قدرة الكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجنا من الأرياف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آج انشاءاللہ ہم دسویں قرات آخری قرات ہے ہماری اور اس کے دوسرے راوی انشاءاللہ 10 قراتیں پوری ہو جائیں گی ہماری انشاءاللہ تعالی. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخري لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك المعكوس سبحان العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب العالمين اللهم أجرنا من نار يا مجير يا مجير يا مجير الصلاة والرحمة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم
جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله الملك الملك سبحان الذي العزة والعظمة والعبادة والقدرة الكبيرة الجبروت سبحان الولي الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان القدوس اللهم اجعلنا من عليه الصلاة والحمد لله الكريم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من القرون من هو أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم
اللهم تقبل منا هذا الجميل وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مولا کریم نماز تراویح اور نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور پھر میرے مالک تیری جانب سے تو نے جو اپنے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر قراءات اتاری ہیں اور ان میں جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ 10 قراءات ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آج ہم نے اس کی تکمیل کی ہے. میرے مالک ہماری جانب سے اس کو قبول فرما، اور ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے مقتدیوں میں اور دین کا شوق رکھنے والے لوگوں کے اندر میرے مالک قرآن حکیم سیکھنے کا، قرآن حکیم پڑھنے کا اور صحیح پڑھنے کا ذوق شوق پیدا فرما، ہمیں شعور عطا فرما. میرے مالک قرآن حکیم کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خوبصورت ماحول مہیا فرما جس ماحول میں ہم تیرے کلام کو صحیح پڑھ سکیں، تیرے کلام کو صحیح سمجھ سکیں، تیرے کلام کو صحیح سمجھ کر اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر تیری بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں. میرے مالک اس قرآن حکیم کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنا، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. عالم اسلام کی مالک خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو. جہاں کہیں مسلمان ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں سب کو نجات عطا فرما. ملک پاکستان کو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، ناموس رسالت کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ میرے مالک عظمت نصیب فرما، حفاظت عطا فرما. اس شاقان مصطفیٰ کی حفاظت فرما، اس شاقان مصطفیٰ کی حفاظت فرما. میرے مالک تیرے جو دین کے خادم ہیں ان کی تو حفاظت فرما. میرے مالک جو دین کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے کھاتے میں نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، نیست و نابود فرما. اس مسجد کو آباد اور شاد رکھ، اس مسجد کو آباد رکھنے والوں کے دلوں کو، گھروں کو آباد اور شاد رکھ. میرے مالک ابھی چند لمحات قبل کچھ ساتھیوں نے تیری بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اعلان بھی کیے ہیں. میرے مالک تو گواہ ہے، اس مسجد کی دیواریں گواہ ہیں. میرے مالک جس نے جو اعلان کیا ہے اس حساب سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کو اجر عطا فرما، اس قدر ان کو اجر اور ثواب عطا فرما، اور اپنی رحمت نصیب فرما کہ وہ اپنے دامن میں اس کو سمیٹ نہ سکیں، وہ ان کا دامن بھر جائے اور تیری رحمت زیادہ ہو جائے. میرے مالک خصوصی کرم فرما، خصوصی رحمت فرما. معتکفین جنہوں نے اعتکاف کیا، اعتکاف کی نیت سے اس جامع مسجد کے اندر وہ تشریف فرما ہوئے، میرے مالک ان کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو ایسے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبی شریف کے اندر اعتکاف کیا اور جس طرح صحابہ کرام نے اعتکاف کیے. میرے مالک اس طرح ان کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کی پوری برکتیں، پوری رحمتیں، پوری نعمتیں عطا فرما. اور ہمارے پیچھے حفاظ کرام، قرائے کرام، علماء کرام کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے، سنتے رہے. میرے مالک ان کو خصوصی برکتیں عطا فرما. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. صلاۃ الوتر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੋਗਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੋਗਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ, ਹੋਗਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ, ਹੋਗਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ, ਦਿਲ ਮੇਂ ਨਬੀ ਕੀ ਯਾਦੇ ਜ਼ੁਬਾਂ ਪਰ ਨਬੀ ਕੀ ਨਾਤੀ, ਜਾਨਾ ਤੋ ਐਸੇ ਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ, ਹੋਗਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. فصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.